السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال كما كتشوفوا معايا. اليوم غادي نوجد معاكم هذا الخبز ديال الهمبرغر. تيجي غزال ورطب، يلا باقي سخون هانتوما، انا حليته كيجي زوين ومفشفش ورطب هانتوما معايا، ويعني كيجي زوين وانا هكا تبدلوا حسن ما تشريوه. وتابعوا معنا الفيديو باش تشوفوا كيفاش حضرت هذا الخبز ديال الهمبرغر. لهذا الهمبرغر اللي غادي نوجدو اليوم غادي نحتاجو 300 غرام ديال لافارين ديال الطحين الفرينه، غادي نحتاجو بيضه، غادي نحتاجو نص كاس ديال الحليب، غادي نحتاجو 3 المعالق هكا صغيره ديال الزبده، معلقه ديال السكر سنيده، ونصف معلقه ديال الملح يعني على حسب الذوق، جوج معالق ديال الخميره الفوريه او الخميره اللي عندكم. وغادي نحتاجو للتزيين هكا لي غرين دو سيزام ولا السمسم جنجلان، وغادي نحتاجو واحد الكاس ديال الماء دافي. وعلى بركه الله غادي نبداو الوصفه ديالنا. البنات بالنسبه لتحضير هذا الخبز راه ساهل الصراحه. اول حاجه غادي نديرو هاد لافاغي اللي عندنا، وغادي نديرو سنيده السكر سنيده، احنا ما غاديش نديروهم حدا حدا مع الملح هكا. وغادي نوضعو الحليب اللي عندنا دافي، وغادي ناخذوا هذيك الخميره اللي عندنا غادي نخلطوها مع شويه ديال الماء على هذا الشكل باش تخلط لينا مزيان، وغادي نخلطوا الجميع بحال هكا، نخليهم يعجنوا. انا غادي نديرهم في الطراب الكهربائي، وانتم اللي عندها اللي بغات تعجن غير باليد ديالها تعجن ماشي مشكل، حتى يتجانسوا لينا هاد العناصر. وهانتوما معانا كما شفتوا البنات، بما تجانسوا لنا شويه العناصر، دابا هذيك البيضه اللي كانت عندي حيدت الصفر ديالها للتزيين، والابيض غادي نزيدو هنا، وغادي نخلط شويه، غادي نزيد هكا يتخلطوا شويه مع اضافه الماء. من بعد البنات غادي نضيفوا هذيك الزبده اللي عندنا، يعني بشويه بشويه تنضيفوا الزبده كامله حتى تجانس لينا مزيان هذاك الخليط. كما كتشوفوا غادي نوضع غير واحد الطراف، كما شفتوا البنات دابا هاد العجينه اللي عندنا هي تعجنات. دابا كما شفتوا راها خفيفه، غادي ناخذ شويه ديال الدقيق هكا، وغادي نحاول انني نجمعها هكا وندير واحد الدواره هكا، ندير انبول هكا، لحقاش دابا كانت خفيفه العجينه ديالنا ملي كنديروا لها هذيك الزبده وداك الشيء. دابا غادي نخدمها هكا على حسب يعني نتوما العجين ديالكم يعني لافارين شحال كتشرب، كتخدموها على هذا الشكل حتى كتولي عندكم واحد يعني واحد مديره واحد الدواره هكا على هاد الشكل هكا. كنخدمها غير ماشي كندلكها، غير كنجمعها باش ما كتبقاش عاوتاني خفيفه بزاف، لان هذيك الزبده كتردها خفيفه. كنخدمها على هاد الشكل، وغادي نغطيها بواحد المنديل ونخليها ترتاح واحد 20 دقيقه، ونرجع معكم ان شاء الله. كما شفتوا البنات انا دابا جمعت العجينه ديالي، هي ولات بحال دابا من كنقيسها ما كتلصقش في يدي. غادي نغطيها هكا بواحد المنديل وغنخليها ترتاح واحد 30 دقيقه، ونرجع معكم ان شاء الله. كما شفتوا البنات دابا هانتوما كتشوفوا معايا يعني ديك العجينه اللي درنا راه ضاعفت الحجم ديالها من بعد 20 دقيقه. المهم انا دابا غادي نقسمها على 5 ديال الدوارة، على 4 كما كتشوفوا هكا، وانتوما كل واحد يعني يدير على حسب، لان انا غنديرهم شويه كبار حيت غادي نتعشاو بهم على هذا الشكل. غادي ناخذ شويه ديال الفرينه وغادي نخدم هكا واحد الدوارات. كما شفتوا البنات كنوضعوا شويه ديال الطحين، وكنحاولوا اننا نديروا هكا دويرات يعني ساهلين، ما كيحتاجوش بزاف ديال الخدمه، والحجم يعني كل واحد كيخدموا على حسب العائله ديالو. انا درت هكا 4 كما كتشوفوا معايا،
من بعد غادي ندير شويه ديال لافارين هكا، وغادي نقرصها هكا شويه. ودابا غادي نعاود نخليهم شويه يرتاحوا واحد 10 دقائق ونرجع معاكم. كما شفتوا البنات، بما خلينا دوك الخبيزات ديالنا خمروا، دابا غادي ندهنوهم بداك الصفر ديال البيض اللي كنا خلينا على قبل. درت فيه واحد القطرات ديال الخل باش ما يحيد هذيك الريحه ديال البيض. على هذا الشكل غادي ندهنوهم، وانتم هذيك الساعه تزين يعني على حسب بغيتوا تخليوهم هكا تخليوهم، بغيتوا تزينوهم بالجنجلان، بغيتوا تزينوهم يعني باي حبيبات اللي عندكم. غادي ندير لهم انا هكا واحد كما كتشوفوا هكا، غادي نقسمهم غير على شكل تزيين، هذا يعني اختياري. وغادي نخشيهم من بعد في الفرن على درجه حراره 180 درجه واحد 20 دقيقه هكا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله.